أولا بداية الكلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المختار المصطفى شفيع الأمة، يوم لا شفيع إلا سواه، عليه ألف صلاة وسلام. سنة سعيدة على كل متتبعين القناة ديالي، اللي كان افتخر أنكم دخلتوا عندي وخديتوا من وقتكم وركزتوا باش تسمعوا معايا بعض القصص اللي كان شرحوها، اللي كتكون ماشية على السمع سواء صح أو غلط، وإحنا كنوضحوا فيها بعض الأشياء بعد ما كنبحثوا وكنعرفوا أن الكلام تيكون فيه شوية ديال الزيادة والنقصان. وإحنا كنحطوا لكم في القناة كل ما هو شفافي وكل ما هو صحيح تقريبا 100%. كنتمناو هاد السنة الجديدة اللي دخلت عندنا 2022 دخل علينا بالصحة والسلامة والرزق، أكثر شي صحة، اللي عنده شي دين الله يقضيه ليه، اللي ما مجوش الله يجوجو، اللي على وشك الزواج الله يعطيه شي بنت الناس أو ولد الناس يحسن بها وتحسن به وتكون غطاه ويكون غطاها إن شاء الله، اللي عنده شي مشروع في راسه الله يقضيه ليه، اللي عنده شي والدين الله يرضي عليه من عندهم ويغطيه برضات الوالدين ورضات الله قبل كل شيء، واللي عنده شي صحاب الله يسرهم ليه ويسخرهم ليه، وحنا غاديين كلنا في نفس المنوال. الله يدخل علينا هاد السنة الجديدة سنة 2022، هاد السنة اللي فيها 2-2-2 مزدوجة، إن شاء الله تكون بالخير وينفعنا الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير ويرفع لنا البلاء اللي هو صراحة صار كي يتكاثر مرة على مرة. وكنت منه ومن الناس كلها أنها تلتزم الوقاية على نفسهم، لأن الوقاية أحسن من العلاج، وتكون واحد الاحترازية ما بينهم وبين نفسهم أنهم ما يعاديوش وما يتعادوش. اللي كان نقوله احنا كاملين أن السنة تكون سنة جديدة مليئة بالأفراح، وطبعا ما تنبغوش فيها الأحزان والأقراح. كنتمنى أن الناس تتفائل بالخير، الناس تدخل على سنة متفائلة بالخير، ماشي مشؤومة ودايرة يدها تحت حنكها كتسنى السنة شنو غادي تجيب لها. لا، راه حنا اللي كنخلقوا الحياة وكنخلقوا السعادة وكنغيروا من كل شيء. يقدر يجينا هم، يجينا غم، يجينا مشكلة، يجينا مصيبة، إلا تقبلناها بطريقتنا اللي غادي نخليوها مبسطة وغادي نخليوها نغلبوا عليها، راه غادي نغلبوا عليها وغادي تدوز. لان بعد كل عسر يسر، بعد ما كتجيك اي مشكله وكتاخذها بواحد الرياحيه وتاخذها بواحد النظره بسيطه الا وكتدوز عندك بسيطه. مثلا الناس اللي ما خدامينش كتكون عندهم واحد القرحه، ما خدامينش عشان ما خدامينش، ولكن نتوما ما خدامينش ما كتقلبوش على الخدمه. الله يعطيكم شي خدمه، الناس اللي ما خدامينش الله يرزقهم شي عمل يتنفعوا منه. لا، احنا كنبقاو ما خدامينش ما كنقلبوش وجالسين وكنتسناو اللي يجيب لنا هاد الخدمه، عمرها ما غادي تجي. الناس اللي عندهم دين تيقول لك حنا ما تقدرش لينا الدين ديالنا، ما كاينش اللي غادي يسلفني. انت ما عملتيش واحد المجهود ومشيتي مثلا فكرتي في شي حاجه، مثلا تقترض واحد المبلغ ديال المال من عند شي شخص وتعرف كيفاش تردوا ليه بشويه وترد هذاك الدين اللي عليك مثلا مجموع مره واحده، او لا تعرف كيفاش تصرف مع الناس اللي تدينتي منهم، طلب منهم انهم ترد لهم حسب الظروف اللي عندك شويه بشويه، وهكذا. وهي غاديه هكا مثلا الناس اللي ما مخلصينش الكرا ديالهم كيمشيوش عندهم للدار كيقولوا لي الله يعطيك الصبر حنا غنعطوك شهر بشهرين، لان الوقت والزمن غلبنا يعني نفس الظروف ديال كورونا وما خدامش مزيان والدراري كبروا، عندي البنت مريضه ولا الولد مريض ولا هكذا، ونبسطوا مع السيد اللي ما غاديش يقول لينا لا. بزاف ديال الحوايج، بزاف. ان انسان مثلا اللي
غلط فيا او غلط فيه، نمشي وعنده نقول له ودي راه هذاك الغلط اللي كان وقع بيننا وبينك واحد النهار راه غلط غير مقصود، او تدخل فيه شي حد، ما نقدروش نزيدو نكبروا الموضوع ونعطيو الاسم ديال شكون اللي داخل. صافي عفى الله عما سلف، والشيطان كيحضر والله ينعل الشيطان وصافي. وكان بسطو كان فرحو وصافي، الا بسطتي الحاجه كتمشي هذيك الحاجه مبسطه وكتمشي هينه وما كدير لكش لا مشاكل لا حتى شي حاجه. غير دخلت هاد الدخيله هادي باش نبين للناس كيفاش يبداو الحياه السنه الجديده، ما تاخدوهاش لان جايه سنه مشؤومه، السنوات هي الا ارقام، رقم كيتغير بشويه عليه. لا كنا مثلا تزادينا في واحد السنوات ديال الستينات والسبعينات والثمانينات، احنا ولينا في 2000، اشنو درنا؟ نشوفوا اشنو درنا من الصالحات دين ودنيا، اشنو وصلنا، اشنو عطينا للناس، اشنو استفدوا من الناس وحنا في الحياه، واش هاد الناس حنايا معاهم فدناهم استفدنا منهم؟ يعني الحياه اخذ وعطاء، ماشي ماديا لا، حتى معنويا فكريا. مثلا الانسان الا كان جالس ما عرفش واحد الحاجه نوصلها ليه كيفاش يديرها مزيان وكيفاش يتعامل معها وكيفاش يفيد منها ناس اخرين كما استفاد مني. او مثلا انا جالس مع الناس واول مره غادي نشوف هذيك الحاجه كيفاش غنستافد منها من عند هذاك الشخص او هذيك الشخصه، لكن انا غناخذها من عندهم وغادي نستافد منها وحتى انا غادي نفيد منها الناس وهي ماشيه بحال هكا. اما ذاك الضرب والغوت وسخوني الراس وتيطلع لي الدم وانا قوي وانا عندي شخصيه قويه وانا ما كنتنازلش وانا انا انا، لغه الانا ما كدير حتى شي حاجه الا كتوصل الانسان للتهلكه، كتوصل الانسان لواحد المرحله اللي كيندم عليها وما كيبقاش ليه ندامه. بحال بزاف ديال الناس يقول لك هو تيطلع ليه الدم، يعني هو انت عارفه كيطلع ليه الدم وكتجلس حداه وكتقول ليه هو تيطلع ليه الدم، هو كيبقى حاضر داك الشخص اللي سمع هو تيطلع ليه الدم وكيرجع كيدير حداه شي حاجه باش كيعرفوا راه بصح كيطلع ليه الدم باش كيبين ليه الخوف، لان مبدئيا هذاك الشخص ولدك مثلا، انت امو ولا اختو ولا خو ولا جارتو، عطيتي واحد الميساج لداك الشخص اللي جالس حداك قلتي ليه هذاك راه تيطلع الدم، صافي خوفتيه منه، هو كيبغي يوريه الخوف ديال الفعل، الخوف المعنوي، فهمتي؟ يعني كيبين لي بالله راه هذاك السيد راه خاف، انا نوريه كيفاش غادي يخاف. هذا علاش خصنا ناخذ الامور ببساطه ونعرفوا نتعاملوا مع الناس ونبسطوا الامور. راه الا تنازلنا راه ماشي ضعف، راه اللي كيسيطر على الوضع واللي كيسيطر على الناس وكيبردهم هذاك هو الشخص القوي، هذاك هو اللي عنده شخصيه، هذاك هو اللي انسان بمعنى الكلمه. كنتمنى تكون سنه جديده جديده على كل واحد، كل شيء طويل الصفحه ديال 2021 اللي دازت فيها 365 يوم مشات، ما نعاودوش نفكروا ب 365 يوم اللي جايه انها سنه شؤم، لا الشؤم احنا اللي كنديروه. والسلام عليكم.